فريق العيناوي السربي زوران مينوكوفيتش، هذه كرة في بدايات المواعيد إلى إلى أرثر، تعود إلى يا سلام على التفويتة لكنها راحت إلى خارج أرضية. الجولات القادمة كلها في غاية الأهمية كلها. دياز كوهيا فيلو البرازيلي صار الدعجاني يلعب الكرة عرضية عالية خطرة، يا سلام يا سلام يا سلام، قلت لك يبحثون عن هذه الكرة. شوف الإعادة، شوف الإعادة اللي حطها هوب، لكن تألعان إلى وين؟ إلى ماريانو، لكن يا سلام على خالد الشبراني اللي أنقذ الموقف في اللقطة الماضية، شلعت معاها قلوب المحبين في اللقطة الماضية. خالد يعيدها بالكعب بثلاثة أهداف، محمد الصوعان بثلاثة أهداف، جمعان الدوسري ومازن السويلم وسلطان الشهري. أوهو أوهو في غفلة في غفلة في حطة في صود، فأتت الأهداف من اللي كان ناويلهم من بدري، كان ناويلهم من بدري من بدري من بدري. خالد في الإعادة على طول، المرور الجميل والكرة والحطة، يا سلام يا سلام، اللي هو فريق الخلود محاولة مرور لكن على طول الشمراني خالد، تمريرة إلى الناحية اليمنى، خالد يحصل على رمية التماس. ما شاء الله، يعني كل شيء يقدمه خالد اليوم ما شاء الله. العيناوية كرة ملعوبة، شوف هناك، شوف المتابعة اللي أتكلم عنها، لكن على طول يشيلها خالد، وخطأ للشمراني من ناحية اليسار، ما وصل إلى شباك الخصم، هذا ما أجاد زوران في مباراة اليوم. يا سلام النقلة، واحد اثنين ثلاثة، الرابعة وين؟ يا سلام أوكبوتو، عرضية طولية راسية 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 يا ناصر أو الشمراني خالد المدافع. ناصر الدعجاني يرسل التمريرة الآن إلى خالد الشمراني، يا سلام طولية ذكية طولية ذكية، يا مجيد يا مجيد، كانت تحتاج إلى ضربة يا جهاد، عفوا جهاد سويد، ضربة واحدة ترك المرمى برونو جرام، مرر إلى الشمراني، استغلال الجبهة اليسرى دائما، الاعتماد على اليسرى دائما يا أنتوني يا أوكبوتو، إعطاء الأدفانتج، مواصلة اللعب يا جهاد، قطع الكرة والارتداد، قطع الكرة والارتداد، قطع الكرة والارتداد، خالد الشمراني، عمر الجدعاني، عمر الجدعاني لا يرسلها.